لقد مات أبو طالب، هلك من كان يحميك يا محمد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وغسلت إحدى بناته رأسه الكريم وهي تبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. الله الخالق الرازق، أسلمي يا مولاتي جويرية، أسلمي وفوزي بالجنة. الجنة؟ وما الجنة يا عابد؟ جزاء الصالحين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن هو محمد؟ محمد هو رسول رب العالمين. لقد شرح الله صدري لهذا الدين، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. يا جويرية! أبي يا عابد، أبي، فماذا أفعل؟ يا حبيبي يا رسول الله، لن تكف قريش عن إلحاق الأذى بك. يا حبيبي يا رسول الله، يا أبا سلمة، إن الله سيعصم رسوله منهم، فلا تبكي يا أخي. ماذا فعل لهم رسول الله كي يعترضه السفهاء منهم فينثر التراب على رأسه الشريف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.